نظري السبب ديال الاقبال ديال الناس على المدارس الخاصه اكثر من العموميه هو انه الناس ولاو مكرهين انهم يمشيو لهذوك المدارس الخاصه، لان المدارس العموميه فيها مشاكل كبيره بزاف كتاثر على 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 التعليم ديال وليداتهم، وكذلك المدارس الخاصه بالمقابل عندها امكانيات باش توفر جميع الشروط باش 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 يكون تعليم في المستوى. فبالتالي كاين مؤسسات ديال الدوله ما قيمش بالدور ديالها في توفير الشروط، والمدارس الخاصه عندها امكانيات باش توفر هذه الشروط هذه، ولكن هذا راه ما كيبقاش مبرر باش 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 المدارس الخاصه يخرقوا القانون ويبقاو كل مره يزيدوا في الاثمنه ديال 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 الرسوم ديال 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 التدريس. السبب الرئيسي اللي كيبان لي انا هو يعني المردوديه، يعني الرديئه اللي ولا كيعطي التعليم العام، بمعنى التعليم العمومي يعني وصل لواحد المنحدر، يعني ما بقاش كيخرج يعني الكفاءات كما كان في واحد الوقت، يعني ما بقاش كيدي الشغل الناس كما كانوا الناس في السنوات اللي مضات. هادشي اللي خلى الناس دابا يتوجهوا حتى الفئات كاع الفقيره ولات كتمشي للقطاع الخاص. الغلاء اللي تيكون هو انه عندهم طلب كثير، ان لما تسجلتيش مثلا في الاخر ديال الدراسه في شهر 5 ولا شهر 6 ما يمكنش تلقى بلاصه لولدك في باش موسم الدراسي في شهر 9، هادشي علاش تيكون الغلاء. التعليم الخاص تزاد حيت دابا كتشوف بنادم داك الدراري ديال شحال هادي ما كانوا تيقراو مزيان، فهمتي، في التعليم العمومي وداك الشيء، دابا ما بقاش التعليم العمومي مزيان، دابا ولا التعليم الخاص هو اللي تيقرا وليداتهم مزيان وداك الشيء، فهمتي. كيشوفوا اقبال كثير، ملي كيشوفوا الاقبال كثير كيحاولوا يطلعوا التسعيره ديالهم. هاد التسعيره هادي يعني بصراحه فايت الخطوط الحمراء، فات الخطوط الحمراء بزاف، انهم يراجعوا ما تشوفوش غير اقبال، عندكم العرض كثير ولا الاقبال كثير، وانتم كتمشيو تشوفوا الاقبال كتطلعوا في اثمنه، لا الا بقيتي في المستوى ديالك او في المنهج ديالك او في الثمن ديالك كنقولوا راك رابح، راك رابح ما خسر شيء، المهم راه عندك صدى طيب. ديغنيغمون ولينا كنهضروا على مساله كاليتي، مساله ديال الجوده ديال التعليم اللي ربما غايبه في البوبليك، هو اللي خلى الناس كيوليو يوجهوا وليداتهم. مساله اخرى هو بوتيت البارتناريا مع لي مارشي دومبلوا مع لي زونتربريز اكسيتيرا، كاينه في بريفي اكثر. والمساله ديال الاعتماد ديال لاكريديتاسيون، حيت كاين لي زيكول اوتوريزي كاين لي زيكول اكريديتي، دونك حتى هي كتلعب دور في المساله هذه، وكتحدد يعني كتعطي قيمه تاليكور، الا كانت اوتوريزي ماشي بحال كانت اكريديتي.